السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. وزارة المالية تعلن تسجيل فائض بالميزانية بأكثر من 14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2022 بنسبة 8.6%. أكثر من نصف مليار ريال لتدشين 65 مشروعا بلديا وخدميا بالحدود الشمالية. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة لجمهورية الهند الصديقة جراء الانهيار المؤسف لجسر معلق في ولاية جوجرات غرب الهند، والذي تسبب في وقيع عدد من الضحايا وإصابة آخرين. وقدمت المملكة حر التعازي لأسر وأقارب المتوفين وللشعب الهندي الصديق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. كشفت وزارة المالية نتائج ميزانية الربع الثالث من السنة المالية 2022 للميلاد، وأوضحت في تقرير لها عن تسجيل الربع الثالث للعام الجاري فائضا بأكثر من 14 مليار ريال بإيرادات نفطية بلغت 229 مليار ريال، وإيرادات غير نفطية تجاوزت 72 مليار ريال. وبين التقرير أن المصروفات خلال الربع الثالث تجاوزت 287 مليار ريال. التقرير أوضح أيضا أن الإيرادات حتى الربع الثالث من العام الجاري تجاوزت 950 مليار ريال، فيما تجاوزت فائض الميزانية أكثر من 149 مليارا حتى الربع الثالث من عام 2022. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بمعدل نمو بلغ 8.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وذلك لارتفاع الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية. نمو بمقدار 8.6% في الربع الثالث للاقتصاد السعودي، وارتفاع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 14.5% على أساس سنوي. أرقام تؤكد مواصلة نمو الاقتصاد السعودي نحو المستهدفات، هذا ما أكده تقرير هيئة الإحصاء، فيما أوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الثالث من عام 2022 ارتفاعا بلغت نسبته أكثر من 3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من 2022. بالأرقام، الاقتصاد السعودي يثبت قوته وصموده في مواجهة التحديات العالمية، وفي الوقت الذي تعاني اقتصادات الدول الكبرى ويضللها شبح الركود، نجحت المملكة في تخطي هذه الأزمات، بل قلبت المعادلات بتحقيق معدلات نمو قياسية. المؤشرات التفاؤلية التي تتصدر عناوين التقارير المحلية والدولية عن اقتصاد المملكة تأتي كحصاد لبرامج وإصلاحات رؤية 2030 التي عززت الكفاءة المالية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتداعيات التي يمر بها العالم بين جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، حيث إن صندوق النقد الدولي توقع أن يتخطى حجم الاقتصاد السعودي التريليون دولار لأول مرة في تاريخه خلال العام الحالي 2022، لتنفرد المملكة بهذا النمو رغم خفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي. وقفزات النمو المسجلة لاقتصاد المملكة تترجم تسارع مسيرة التحول وتنمية القطاعات الواعدة، وتضيف قوة المركز الاقتصادي السعودي عالميا. والحديث أكثر ينضم إلينا من الرياض الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد. أهلا بكم دكتور بداية، وما هو تحليلكم لتقرير نتائج ميزانية الربع الثالث من السنة المالية 2022؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات. التقرير الخاص بالربع الثالث أتى متوافقا مع معظم التنبؤات الاقتصادية والتقارير الاقتصادية لبيوت الخبرة ولصندوق النقد وللبنك الدولي، والتي تنبأت بأن يكون مع نهاية هذا العام الموازنة العامة للاقتصاد السعودي في أرقام إيجابية، وكذلك التنبؤ والنظرة الإيجابية للاقتصاد ومعدلات النمو بالاقتصاد السعودي. المعدلات على أساس ربعي حققت ارتفاعات، سواء إذا نتحدث عن
الأنشطة النفطية أو الأنشطة غير النفطية، إضافة إلى الحديث عن الإنفاق أو المصروفات بالمقارنة على أساس ربعي ارتفعت أكثر من 22% بالمقارنة بالعام الماضي 2021. طبعا تحسن معدلات الطلب على الطاقة على الصعيد الاقتصادي العالمي مع عودة الحياة تدريجيا إلى المستويات ما قبل الجائحة، إضافة إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية سواء الخدمية أو الاستهلاكية لدينا بالمملكة، جميعها عوامل حفزت إلى ارتفاع المعدلات في الإيرادات، وكذلك البدء في مجموعة من المشاريع والإنفاق الرأسمالي من خلال الميزانية العامة أو كذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة لها دور إيجابي في تحفيز معدل الإيرادات العامة. والخطوات التي اتخذتها المملكة خلال الجائحة وما قبل الجائحة وبعدها من تحسين بيئة الأعمال وتحسين البيئة التشريعية والبرامج الحكومية الداعمة للاقتصاد الخاص، الأسبوع الماضي مع اختتام أعمال منتدى مستقبل الاستثمار أعلن سمو ولي عهد عن إطلاق برنامج دعم المحتوى المحلي، وهذا برنامج واعد سيزيد من حصة القطاع الخاص في المحتوى المحلي والتي بدون شك ستنعكس على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد السعودي. نعم، أيضا دكتور أعلنت الهيئة العامة للإحصاء استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بمعدل نمو بلغ 8.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك أيضا مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، كيف تقرأون ذلك؟ بطبيعة الحال معدلات النمو للناتج الإجمالي المحلي وكذلك معدل النمو الاقتصادي السعودي، النظرة خلال الخمس سنوات القادمة هي نظرة إيجابية تفاؤلية، وهذا يعود إلى الإصلاح الهيكلي الذي بدأته المملكة مع إطلاق مشروع التنموي رؤية 2030. طبعا المعدلات على أساس ربع سنوي حققت قفزات، وخصوصا إذا نتحدث عن الأنشطة النفطية بحكم الارتفاع اللي حدث على الأسعار والأزمة الموجودة على مستوى سوق الطاقة العالمي، ارتفعت بأكثر من 14% بالمقارنة بالربع الثالث العام الماضي. والأنشطة غير النفطية طبعا ارتفعت بمعدل أعلى، وهذا يعود إلى تحسن الأسواق الغير نفطية والأنشطة غير النفطية بعد الانتهاء من تبعات الجائحة من الناحية الاقتصادية. طبعا لابد أن لا نغفل مستويات معدلات الاستثمار لدينا بالمملكة والمشاريع التي بدأتها الدولة من ناحية استحداث قطاعات جديدة وتحفيز قطاعات جديدة واعدة. طبعا هناك نقطة مهمة فيما يخص التنبؤ بنظرة إيجابية للاقتصاد السعودي في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي وكذلك ارتفاع معدلات الأسعار. الهيئة الخاصة بالإحصاء كذلك أعطت قراءة للتضخم لدينا بالمملكة خلال الشهر الماضي وهو لم يتجاوز 3%، وقلة من الاقتصاديات التي وصلت لهذه المستويات الآمنة في التضخم طبعا يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين وسمو ولي العهد من ناحية تثبيت أسعار الطاقة، وهذه واحدة من الإجراءات التي تكفلت بكبح أسعار المواد والمدخلات، وإضافة كذلك إلى دعم المحتوى المحلي كان له دور إيجابي كبير جدا في خفض مستويات ومعدلات التضخم. بإذن الله تعالى النظرة خلال الخمسة أعوام القادمة هي نظرة إيجابية تفاؤلية للاقتصاد سواء من ناحية نمو الناتج الإجمالي المحلي وكذلك من ناحية معدلات النمو. نعم، الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير إن شاء الله. دشنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم أول منطقة اقتصادية خاصة في المملكة والتي تهدف إلى ربط الشركات مع أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط وتوفير الربط الجوي مع الوجهات العالمية، وتقع ضمن حدود مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وللحديث أكثر ينضم إلينا مباشرة من المطار مراسل أخبار السعودية زميل خالد الربعي. زميل خالد أهلا بكم في هذه النشرة، وطبعا تطلعنا على ما تم اليوم من تدشين. نعم، لافي قبل مدة ليست بالطويلة كان سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحدث الحقيقة عن أهمية وجود مناطق لوجستية هنا في المملكة العربية السعودية. اليوم يعني أصبح واقعا نعيشه هنا في مدينة الرياض وتحديدا بالقرب من مطار الملك خالد الرياض، أصبح لدينا منطقة لوجستية خاصة استقطبت هذا اليوم
إحدى أكبر الشركات العالمية وهي عملاق التقنية شركة أبل اللي تدشن المستثمرين هنا في هذه المنطقة. كما ذكر قبل قليل معالي وزير النقل الذي أيضا دشن هذه المنطقة برفقة معالي وزير الاستثمار، وأكد بأن هناك مفاوضات مع 20 شركة عالمية ليكون لها حضور في هذا المكان ومقر لتتواجد من بين الشركات العالمية. ما الذي ستقدمه هذه المنطقة اللوجستية لافي؟ بالتأكيد هناك عدد من المميزات التي ستقدم هذه المنطقة. إذا ما تحدثنا عن الشيء الأهم وهو الضريبة، أو الضريبة فهي ستكون صفرية لمدة 50 عاما مقبلة، بالإضافة إلى وجود البنية التحتية الاستثنائية وأيضا مراعاة أو المراعاة للجوانب البيئية، والتي دائما ما تحرص حكومة المملكة على أن تعمل على هذه الجوانب من كل النواحي، سواء جوانب بيئية أو اقتصادية. المهم أن يكون المستثمر يتواجد وهو طبعا مرتاح بكل ما تعنيه الكلمة. نتحدث عن هذه المنطقة التي تعد أحد أهم ممكنات رؤية المملكة 2030، وبالتأكيد لم تقم هذه المنطقة إلا بعمل دؤوب من قبل سمو ولي العهد، وأيضا بتوجيه من سمو من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز. نعم، مراسل أخبار السعودية الزميل خالد الربعي، شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير إن شاء الله. كشفت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل حركة المرور الجوي في مطارات المملكة خلال عام 2021 بعدد رحلات يقارب 500,000 رحلة جوية، وبينت ارتفاع عدد الركاب الذين جرى نقلهم عبر الرحلات، إذ بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية القادمة والمغادرة 14,000,000 راكب، فيما بلغ عدد ركاب الرحلات الداخلية 35,000,000 راكب. كما أشارت إلى ارتفاع حركة الشحن الجوي الداخلي والدولي لتصل إلى 583,000 طن. حققت الموانئ السعودية خلال الربع الثالث لعام 2022 ارتفاعا في أعداد حاويات المناولة بنسبة 10.50% لتصل إلى 1,900,000 حاوية. يأتي ذلك بعد المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ موانئ لتطوير القطاع البحري وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية وتفعيل العلاقة مع الوكلاء الملاحيين بتحسين تجربة العميل وأتمتة العمليات باستخدام أحدث التقنيات، وذلك تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تحول نوعي يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث. دشن في منطقة الحدود الشمالية 65 مشروعا بلديا وخدميا لمنظومة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكلفة بلغت 678,000,000 ريال، وتضمنت تنفيذ وحدات سكنية للإسكان التنموي في محافظتي رفحة وطريف ومشاريع الطرق والمباني وتصريف السيول في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، الصيانة والأنسنة ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري. قبل أيام بسيطة سعدنا بإطلاق شركة داون تاون السعودية، أحد ثمار رؤية المملكة 2030، واليوم نسعد بتدشين المشروعات البلدية والخدمية والإسكانية، وقبلها بأيام سعدنا بتدشين المشروعات البيئية بوزارة البيئة والمياه والزراعة. معالي الوزير الأخ خالد ماجد الحقيل، انتهينا من المهم وبقي الأهم، وهو أن نرى كل مشروعات النماء والعطاء على الوجه الأكمل والأمثل الذي يخدم جودة حياة أهالي منطقة الحدود الشمالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حسب ما وضعت لها خطة احنا نسير عليها، واليوم الحمد لله نشوف تجانس أكبر بين المشاريع ك
كانت سكنية وخدمات، وهذا كان الخطة اللي وضعت فيها أنه تكامل الخدمات للمواطن والمقيم من خلال الخدمات البلدية. الكل يعرف أنه الخدمات البلدية تمثل 40% من خدمات المدينة، وجودها قريبة للمواطن والمقيم تجعل الخدمات يعني وتجانسها تجعل الخدمات أكثر فاعلية، وهذا اللي نطمح له إن شاء الله. ونشرتنا مستمرة وفيها بحضور 325 شركة، الرياض تستضيف مؤتمر سيملز السعودية للمدفوعات بعد غد الأربعاء. وفيها أيضا غدا من الغد منافذ المملكة تستقبل الراقبين في حضور كأس العالم والفعاليات المصاحبة، شرط التسجيل في منصة هيا. أهلا بكم من جديد. طالب مجلس الشورى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بعقد شراكات استراتيجية مع الجامعات السعودية بما يمكنه من الاستفادة من مراكز التدريب المتخصصة وكليات التربية. جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. كما دعا المجلس في قراره إلى الإسراع في إنشاء منصة للتطوير المهني التعليمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفي قرار آخر طالب المجلس بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى. تنطلق في الرياض فعاليات مؤتمر ومعرض سيملز السعودية يومي الأربعاء والخميس المقبلين تحت شعار مستقبل المدفوعات بالمملكة، بشراكة استراتيجية مع المدفوعات السعودية وبمشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية وأكثر من 75 شركة تقنية ناشئة. ويحتوي المؤتمر على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 200 متحدثا من خبراء كبرى الشركات المحلية والعالمية. ويهدف المعرض المصاحب للمؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات والتقنية المالية فينتك وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، إذ يتخلل ذلك استعراض لمستقبل المدفوعات بالمملكة وأبرز حلولها. وقع اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشية اليوم مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي مشترك في مساع نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ويأتي توقيع المذكرة بالتزامن مع أعمال الدورة 14 للجنة السعودية البنغلاديشية المشتركة المنعقدة بالرياض. عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لقاء مع مسؤولي الشركات الأسترالية في مدينة سيدني، وذلك ضمن أعمال جولته الرسمية في دولة أستراليا. أكد الخريف خلال الجلسة الحوارية على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، كما استعرض أبرز مقومات البنية التحتية التي تمتلكها المملكة والممكنات التي تتمتع بها، وفي مقدمتها الموارد الطبيعية بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية التي تقود تطور القطاع الصناعي والتعديني. كما بيّن وزير الصناعة بأن المملكة تهدف من خلال هذه الزيارة إلى تبادل المعارف والخبرات وتعزيز العلاقات بين البلدين بما يعود بالنفع على قطاعي الصناعة والتعدين عبر الاستفادة من الخبرات الأسترالية الكبيرة في القطاع. بحث المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور عبدالله الربيع خلال لقائه مع السفير العراقي الدكتور عبد الستار الجنابي الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، فيما أبدى السفير العراقي إعجابه بالدور الكبير الذي يقوم به المركز في مساعدة الشعوب المحتاجة والمتضررة في أنحاء العالم. أعلن نادي الصقور السعودي عن انطلاق النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور، وذلك يوم الاثنين الموافق للثامن والعشرين من نوفمبر المقبل في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.
المهرجان يعد الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويتنافس فيه الصقارون السعوديون والدوليون على جوائز كبيرة تعكس حجم الاهتمام الذي تليه المملكة في تعزيز الاهتمام بموروث الصقارة محليا ودوليا. وللحديث أكثر عن انطلاق النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور، يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودية الأستاذ وليد الطويل. أهلا بكم أستاذ وليد معنا في هذه النشرة بداية، وحدثنا عن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور لمن لا يعرفه، ماذا يتضمن؟ اهلا وسهلا، احييكم واحيي المشاهدين والمشاهدات. طبعا مهرجان الملك عبد العزيز للصقور هو اكبر تجمع للصقور حول العالم والحدث الاكبر من نوعه طبعا عالميا، فحيث يعني يترقبه جميع الصقارين من كل الجنسيات سنويا. اضيف ايضا الى دخول هذا المهرجان في موسوعه جينيس مرتين من حيث عدد الصقور المشاركه، ف النسخة المقبلة إن شاء الله هي النسخة الخامسة، راح يكون هناك مسابقتين اللي هي المسابقة الأولى مسابقة الملواح، تعتمد طبعا هذه المسابقة على سرعة الصقور في قطع مسافة 400 متر بأقل مدة زمنية باتجاه طبعا الداعي أو الملواح طبعا، فيمنح الفائزين بالمراكز العشرة الأولى من كل شوط جوائز مالية، ويتم تأهيل السبعة الأولى من كل شوط إلى شوط النهائي ليحمل كأس الملك عبد العزيز. وأيضا أضيف أيضا مسابقة أيضا الثانية اللي هي مسابقة المزاين. مسابقة المزاين هي اختيار أجمل الصقور طبعا وفق معايير لجنة التحكيم، ويتم أيضا منح أصحابها جوائز قيمة. نعم طبعا أستاذ وليد، يعني شاهدنا جميعا النسخ الأربع السابقة من هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، ولا شك بأن هناك أيضا عدد من الفعاليات، عدد من أيضا المسابقات المختلفة، لكن هل تم إضافة شيء جديد في مهرجان هذا العام؟ والله الحمد دائما في جميع النسخ يكون هناك تطور، هناك تميز، هناك إضافات. طبعا هذه النسخة الخامسة من المهرجان تم تقسيم فئة الملاك السعوديين اللي هي في مسابقة الملواح إلى فئتين، منها فئة الملاك وفئة الملاك المفتوح. طبعا الهدف من هذا التقسيم طبعا اللي هو الدعم ورفع مستوى التنافس بين الصقارين. إذن يعني البعض ربما فيه يعني يتحدث عن الملاك والملاك المفتوح، يعني وردت في يعني ثنايا هذا المهرجان أو بعض الفعاليات التي ستقام إن شاء الله كمسابقة، ما الفرق بينهما أستاذ وليد؟ الفرق بين الفئتين، بين فئة الملاك تنافس فيها الصقارين السعوديين كحد أقصى 6 صقور، بحيث يقوم المشارك بتدريب الصقور بصفة شخصية ولا يشارك مع أحد في التدريب أو الجوائز. أما الشوط الملاك السعوديين المفتوح فيتنافس فيه اللي يشارك فيه عدد كبير بحد أقصى 36 صقر، وبيكون أيضا 3 صقور من كل شوط، فيحق للمشارك أن يوكل شخص مثلا أو أحد الأشخاص يدرب هذه الصقور المشارك فيها، بشرط ما يكون مسجل ضمن فئة المحترفين أو الملاك أو أشواط الدولية. نعم جميل، إذن المنافسة ستكون محتدمة بإذن الله. كم تبلغ الجوائز المالية للمسابقة وأيضا آلية التسجيل لمن أراد المشاركة أستاذ وليد؟ إن شاء الله قريب إن شاء الله سوف نعلن إن شاء الله عن آلية التسجيل وكذلك أيضا قيمة الجوائز وشروط والأحكام في الأيام القادمة بمشيئة الله بإذن الله. المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي الأستاذ وليد الطويل، شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه النسخة. أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور كأس العالم 2022 في قطر،
حيث دعمت المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة وكذلك الأجهزة التقنية الحديثة. وأوضحت الجوازات أنه ابتداء من يوم غد وحتى 23 من ديسمبر المقبل سيتم تنفيذ عبر المنافذ الدولية المؤدية إلى قطر جميع الإجراءات المعلنة من قبل السلطات القطرية للراغبين في حضور كأس العالم، والتي اقتصرت على السماح بالدخول للحاصلين على بطاقة هيئة باستثناء المواطنين القطريين والمقيمين طبعا فيها حامل البطاقة الشخصية القطرية. كما نوهت الجوازات إلى أنه بإمكان جميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة حاضرين للاطلاع على تفاصيل أكثر. اختتمت اليوم أعمال الاجتماع 14 للجنة الدائمة لرؤساء مرافق الأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت على مدى يومين في مدينة جدة برئاسة المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد. وأشاد المشاركون في الاجتماع بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مؤكدين على أهميتها ودعم تلك الجهود التي تقودها المملكة لإنجاحها وتحقيق نتائجها المرجوة. كما بحث الاجتماع الموضوعات المشتركة في إطار العمل الخليجي ومتابعة الخطة الاستراتيجية للتعاون والعمل المشترك في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون. كما أكد المشاركون دعمهم ومساندتهم الكاملة لدولة الإمارات في استضافتها لقمة التغير المناخي في إمارة أبوظبي في عام 2023. ونشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها. وزارة المالية تعلن تسجيل فائض بالميزانية بأكثر من 14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2022 بنسبة 8.6%. بأكثر من نصف مليار ريال تدشين 65 مشروعا بلديا وخدميا بالحدود الشمالية. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله. We'll be right back.